نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم بين أعضائها أطباء يقومون باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية. وأضاف المركز الإعلامي إنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الشائعات.